بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم الحج في القرآن الذي نشرف وإياكم فيه بأن نتفيأ ظلال آيات الكتاب العزيز التي جاءت على ذكر الحج في القرآن مع بيان أحكامها ومعانيها وأسرارها والتي يتفضل بتفسيرها وبيانها ضيف البرنامج ومضيفه الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالصفا هو طرف جبل أبي قبيس، والمروة طرف جبل قعيطعان، هذان هما الصفا والمروة. من شعائر الله، أي من علامات عبادته، لأن الله جعلهما مكانا للسعي بينهما طاعة لله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يسعى بينهما. خص السعي بالطواف، خص السعي بالحج والعمرة، دل على أن السعي لا يتطوع به مثل ما يتطوع بالطواف، وإنما هو خاص بالحج والعمرة. فمن حج فإنه يسعى بينهما، أو اعتمر فإنه يسعى بينهما، لأن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ولا يتطوع به في غير ذلك. وأصل السعي أن إسماعيل وأمه لما جاء إلى هذا المكان الذي ليس فيه أحد وليس فيه ماء ووضعهما فيه، فكانت أمه عنده ترضعه وتسقيه من الماء، عندهما جراب من التمر تأكل منه. فلما نفد الماء وصار إسماعيل يتلمض من العطش وليس عندها ماء تسقيه، ذهبت، وكان أقرب مكان مرتفع إليها الصفا، فصعدت عليه لعلها ترى أحدا يغيثها، فلم ترى أحدا. ثم نزلت وذهبت إلى أقرب مرتفع بعده وهي المروة، فصعدت عليها وتطلعت فلم ترى أحدا، وما زالت تكرر التردد بينهما 7 مرات. لما أكملت 7 على المروة رأت أن جبريل عليه السلام جاء وخط عند إسماعيل بجناحه فنبع الماء الذي هو زمزم، نبع الماء عنده عند عقب إسماعيل. فجاءت وصارت تحجر الماء خشية أن يضيع، فصار عينا معينا باقيا يشرب منه الناس، وصار هذا الماء سبب لجلب الجيران عندها، فصارت مكة بلدا بعد أن كانت قفرا. فالله شرع لنا أن نسعى بين الصفا والمروة لأننا بحاجة إلى المغفرة، بحاجة إلى الرزق، بحاجة إلى الجنة، مثل ما سعت أم إسماعيل فاستجاب الله لها وفرج لها، فنحن بحاجة، فلذلك نحن نسعى بين الصفا والمروة نرجو من الله كما رجت أم إسماعيل، فحقق الله رجاءها. فصار السعي عبادة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان إلا به. ولذلك قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من الأمكنة
التي جعلها الله أمكنة لعبادته. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه أن يطوف بهما. كيف لا إثم عليه وهو عبادة؟ هل العبادة فيها إثم؟ لا، العبادة ليس فيها إثم، فيها أجر. ولكن كانوا في الجاهلية وضعوا عليهما صنمين، على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، وصاروا يطوفون بين الصنمين. فلما شرع الله السعي في الإسلام تحرج الصحابة من ذلك، كيف يطوفون بينهما وكانت الجاهلية يطوفون بين الصنمين. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسر الصنمين وكسر الأصنام التي على الكعبة وطهر البيت وما حوله من الأصنام، فذهب الصنمان، عاد الصفا والمروة شعيرتين من شعائر الله عز وجل، ما يؤثر فيهما أن الجاهلية وضعت عليهم الصنمين لأنهما من شعائر الله أصلا، فزال المحذور. ولهذا قال فلا جناح عليه، لا إثم عليه كما تتوهمون أنه يأثم لأن هذا فعل الجاهلية، هذا ليس هو فعل الجاهلية، هذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن تطوع خيرا، بأي نوع من الخير من العبادات، فإن الله شاكر يشكر له فعله، عليم بفعله ونيته وقصده. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هل لنا أن نعرف الحاج الكريم والمشاهد الكريم على جملة من السنن المشروعة لمن يسعى بين الصفا والمروة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فيه سنن وله موقف طويل. نعم، في الدعاء وغيره. السنن أولا أنه يصعد على الصفا، إذا وصل إليه يصعد عليه كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقبل البيت ويذكر الله بالتهليل والتكبير، ثم يدعو، ثم ينزل ويذهب إلى المروة. فإذا صار في بطن الوادي اللي هو الآن بين العلمين الأخضرين، وهو بطن الوادي هرول، لأن أم إسماعيل لما هبطت في الوادي هرولت لأنها اختفت عن الناس، فهي تريد أن تقطع هذه المسافة بسرعة لأجل تواصل السعي، فهرولت، فصار الساعي يهرول في مكان الوادي هذا. هذا من سنن الطواف، الهرولة بينهما مع تقارب الخطى. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها كما صعدت أم إسماعيل، ثم يذكر الله، يصعد على المروة ويواجه البيت، يستقبله ويدعو الله، يهلل ويكبر ويدعو الله، ثم ينزل ويذهب إلى الصفا كالشوط الأول، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. نعم، أحسن الله إليكم. اشتمل فإذا يكون المشروع في السعي بين الصفا والمروة استكمال ما بينهما، وهذا واجب، لا يصح السعي إلا باستكمال ما بين الصفا والمروة، فلو بقيت مسافة مما بينهما لم يصح سعيه، لابد من استكمال ما بين الصفا والمروة. وأما الصعود على الصفا والمروة فهو سنة، إن حصل فهو أفضل، وإن لم يحصل فإنه لا يؤثر في السعي. وكذلك السعي بين العلمين في مكان الوادي أيضا هذا من سنن السعي. وكذلك من سنن السعي الدعاء أثناء الأشواط، فيدعو الله عز وجل ويذكر الله على الصفا ويذكر الله على المروة. نعم، أحسن الله إليكم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الدعاء في هذا الموقف، وكثير من الحجاج اليوم والساعين نجده لا يلبث أن ينتهي حتى يدخل في الشوط التالي. هل من وصية معالي الشيخ لأولئكم في موطن مواطن الإجابة؟ هذا كما ذكرنا أنه سنة ليس بواجب، فإذا استكمل ما بين الصفا والمروة فقد تم الشوط، وإذا دعا فوق الصفا والمروة فهذا سنة، إن حصل بها ونعمة، وإلا فليس بلازم. وأن تعلم الآن الزحام الشديد، فهذا يستدعي أن الإنسان يستعجل يتفادى الزحام وليفسح المكان لغيره، لأنه لو جلسوا يدعون على الصفا والمروة حصل الزحام والمشقة، هذا لا مانع من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذه الحلقة بما ختمت به هذه الآية ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، عن معنى التطوع إجمالا وفضله.
التطوع هو فعل الطاعة سواء كانت فريضة أو نافلة، هذا هو التطوع فعل الطاعة. فمهما تطوعت مما شرع الله فإن الله يسمعه ويعلمه ولا يضيعه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكرا لكم مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن، التي كان ضيفه وضيف البرنامج الدائم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فشكر الله لمعاليه هذا البيان. هذا يزيد الهريش، اترككم في رعاية الله وحفظه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.